مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم مره تانية، ودلوقتي بنبدا معاكم طعم البيوت. وطبعا البدايه عندنا مع الشيف ايات ومطبخ طعم البيوت. وزي ما قلنا النهارده يعني المنيو مختلفه شويه، خلاص طالعين من رمضان، شهر رمضان الكريم كان كله خير وكان سفرته مليانه اشكال والوان، لكن النهارده بقى بنقدم حاجه مختلفه شويه علشان نحس شويه بقى بالعيد ونحس بالفرق ونحس كمان بشم النسيم اللي فاتنا يا شيف ايات من غير ما الرنجه والحاجات الجميلة اللي احنا معتدين عليها. فانت بقى ايه بترجعينا شوية كده لشم النسيم، قولي لي بقى حكاية السوشي دي طلعت في دماغك انك تعملها لنا النهاردة. قولي لي بقى ناكل اي حاجة بقى. واخترتي سوشي ورنجة، يعني عملتي كوكتيل ما بين الاتنين والبيتي فور بقى علشان برضو عشان يعبر عن بالظبط. قولي لي بقى السوشي ده بقت موضة ان هو يتعمل في البيت، كان خلاص الناس متعودة ان هي تاكله بره وخلاص. هو بصراحة يعني سهل جدا مش صعب. ويعني لو اي حد هيعمله هيبقى من اسهل ما يكون. احنا الرز بتاعه بياخد بس يعني شبه الرز ايه، لما الرز نقول ان هو اتعجن مننا وباظ، رز مسلوق. رز مسلوق بس بنحط عليه معلقه خل ومعلقه سكر مش ملح. معلقه خل وسكر. بالظبط كده. تمام. لحد ما يعجن لزه خالص. وبنسلقه بقى لحد ما يتعجن كده خالص. وده ورق النوري. ورق النوري ده بيتباع بقى في السوبر ماركت، بيتباع في الماركت. وبيتاكل يعني هو بيتاكل على شكل ورق، لكن هو بتعملي بيه الرول. رول. هو المفروض ان هو مصنوع من الطحالب. تمام. يعني برضو يعني طبيعي الاسماك. لا هو طبيعي. بس انا ممكن بس نعمل واحده على الهوا. انت دلوقتي عملتي رول. خلينا نسيب دي شويه عشان يعني نقطعها بس. نوري بس الساده المشاهدين احنا بنعملها ازاي. انت طبعا عامله اطعام مختلفه بالجمبري بال ممكن نقول برضو الحشوات بتاعتهم. بسمك فيليه. تمام. ومتقطع ومتبل طبعا. هم ما بيحطوش ملح على الحاجه، ما بيتبلوش الحاجه. احنا انت قلياها دي مقليه محمره. هم بيعملوا كل بيعملوا ني. لا هم في جزء بيتعمل ني وفي جزء بيتعمل يعني في ده وفي ده، بس احنا طبعا مش هينفع ان احنا ناكل الحاجه نيه يعني. بس اكيد يعني في ناس كتير مش بتحب السوشي بسبب حكايه السمك ان هو ني. لا احنا هنسويه وهنحط توابلنا عادي. تمام. عشان يبقى بالنسبه لنا مستصاغ. بس بتجيبي الورق وبتفردي عليه الرز وبعدين بتحطي الحشو بتاعك. الحشو بقى على فكره لو حد حتى عنده حساسيه من الاسماك ممكن يبدل ده ببانيه. يعني ممكن اي حد. على فكره طب احنا ممكن بقى كمان ندخل الرنجه في موضوع السوشي. على فكره هو انا بعمله بالرنجه. بس مش عايزه افتكت النهارده عشان ايه فكره بقى يعني هم اشمعنى يحطوا جنبها. ايوه والله. لا انا عملته قبل كده بالرنجه عادي يعني. كويس. وعملته بالتونه. طب اهو خلاص. وعملته بالفراخ. خلاص اللي بيبقاش سوشي بقى حاجه ثانيه. لا ما احنا الحاجه هتخش اي مطبخ بديهي ان احنا هنضيف عليها. بس هو في الاساس بتاعهم ان هو بيبقى ني والاغلب يعني. طب وانت بتوزعي بقى كده الرز لحد ما تخلصي الرز، قولي لي الرنجه سلطه الرنجه يعني احنا معتادين ناكل الرنجه بشكلها. طبعا انا عايزه بس اقول للساده المشاهدين ان الرنجه هي بتعتبر من يعني افضل الاسماك المملحه، مش كده يا شيف ايات؟ ده حقيقي. موضوع الفسيخ والحاجات التانيه يعني بيبقى فيها بكتيريا وحاجات. بيبقى فيها نسبه بكتيريا عاليه. انما الرنجه هي بتبقى افضلهم من الناحيه الصحيه. ده حقيقي. عشان شروطها ايه في الشارع برضو علشان نقول عليها تبقى صحيه؟ تبقى ناشفه شويه مش طريه. ما تبقاش طريه. ويعني هو يفضل الواحد يجيبها من حد يكون مضمون. صحيح. صراحة. وتكون مش مالحه. وتكون مش مالحه طبعا عشان ما تختزنش سوائل جوه الجسم، لان هي دي مشكلتنا اصلا في العيد. ان احنا كحك وبسكوت وسوائل وكل الحاجات. كل الحاجات. ابيض من ايه؟ بالظبط كده. طب قولي لي بقى علشان فعلا نغير فكره ان احنا ناكل الرنجه بشكل تقليدي، بتتعمل ممكن سلطه؟ هي كده على فكره اخف كتير. بنحط عليها بصل وفلفل الوان وخس كابوتشي وخيار. ما بنحطش طماطم، انا بحس ان الطماطم بتزفرها والله. احساسي. يعني انا بفضل ببدل الطماطم بفلفل الوان احمر. تمام. بس عشان كده ما تنزلش ميه بقى. بالزبط. مع الملح. ايوه بحس ان هي مش ما بتبقاش لطيفه يعني. وبنحط طحينه وحبه زيت قليلين. طيب يعني حاجه برضو سريعه ولطيفه كده. طيب انت كمان عامله لنا بقى الحلو البيتي فور ده، اهوت شكله جميل قوي. وعاملاه نصين شوكولاته وفانيليا. المقادير بتاعته بشكل سريع بقى. بيضه واثنين صفار بيض، يعني اثنين صفار بيض لوحدهم وبيضه كامله. وبيضه كامله.
ثلاث كوبايات دقيق، ده المقدار يعني، ثلاث كوبايات دقيق. تمام. قدامهم كوبايه ونص زبده، كوبايه ونص زبده، وكوبايه الا ربع سكر بودره، وطبعا بقى كله مع بعض. بس يعني هو سهل، عامله لونين، نص نص بشوكولاته. والولاد بقى يلعبوا. انت عاملين كمان، عاملاه زي حاطه له متهيألي فارماسي ونصين، فارماسي وحاطين جوز هند، ومربى بقى في النص، ومربى في النص. يعني عاملاه زي اللانكشاير كده شويه بالظبط. ويفضل بقى مربات تكون ما تكونش سايله، عشان فيها تمسك كتل كمان. يعني عشان تمسك زي التين كده. هي دي احنا عاملينها بمربه يوستافاندي مفروم. والله. طب حلو، احنا اللي عاملينها جديد. فكره اليوستافاندي حتى في الطعم يبقى جديد. ايوه بالظبط كده. وبتبقى برده يفضل بمربه المشمش. احنا بقى هنشوفك بشكل سريع كده هتعملي ايه. حشيتي، هنعمل ده اهو كده. حطيتي اصابع الكابوريا. ايوه. حطيتي ايه تاني؟ حطينا اصابع كابوريا وافوكادو وفلفل الوان، وهنحط ايه. طيب احنا عايزين نقول ان السوشي ده صحي جدا جدا جدا، بس شرط ان هو يتاكل طازه، صح؟ ده حقيقي. ما تركنش ابدا. لا ابدا. لا لازم يتاكل طازه، لان احنا عارفين ان الاسماك سريعه الفساد، وفسادها خطير، يعني ممكن تعمل مراحل عاليه من التسمم. فيستحسن ان هي تتعمل فريش قدامنا، يعني حتى لو رحنا اكلناها في ريستوران ولا حاجه لازم تتعمل فريش قدامنا. بالظبط كده. ولو عملناها في البيت تتاكل، نتعمل على القد، تتاكل في ساعتها وما تتشالش تاني. بالظبط بالظبط. طيب وادي كده لفينا الرول، وهتبتدي برده سايباه زي ده عشان خاطر تقطع. جميل. بالظبط كده. طيب حاجات الحياه بجد حلوه قوي النهارده، خفيفه، ان احنا فعلا كلنا يعني طول 30 يوم يعني او 28 يوم بجد بجد كان المنيو بتاع زينه وطعم البيوت. طعم البيوت طبعا دايما مفتخرين بالشفات اللي بيجوا بيقدموا لنا كل يوم حاجه جديده يا جماعه. النهارده شوفوا سوشي وجماله والوانه وسرعه الاداء من خلال ايات. طبعا شايف ايات، تسلم ايديكي. عارفه ان بيت تحسي ان هم طبقين بيتي فور، يعني طبق بيتي فور مش اول لايف. بصي ده حاجه، ما هي ده شبه السويس رول يا ايات. ايوه صح، انت عامله سويس رول بس حادق عشان انت غاويه حادق. وانا سالتها ايه الاحمر ده على فكره برضو، قالت لي ده كافيار. شفتي، فواضح ان هي مش سايبه. ايوه مكلفه، هي مش سايبه اي مكون على فكره يا جماعه. والحاجات دي كلها هي قايله لي انها نزلت سوبر ماركت برضو باسعار معقوله، وكمان بمقادير او بمقدار قليل. احنا شايفين الالوان قد ايه، بس قد ايه برضو الوقت بيبقى صغير. لا احنا فاكرين السوشي ده بياخد وقت كبير جدا، وواضح ان التحضير فيه يا جماعه مهم قوي قوي، وده يمكن اهم نقطه في الموضوع، ان احنا نحضر عشان نسرع في الاداء. هو كمان يعني فين، انا عايز اقول لك اصل هو مش بيتعمل كل يوم. يعني هو مثلا حتى لو خد شويه دوشه كده ووقت وحركات اهو مره، يعني ايوه مره من هوش. يعني ما يجيش يعني زي المحشي مثلا. لا لا زراعات كتير في المحشي. لا هو اسهل من المحشي كمان. والله هو اسهل. اخبارها ايه عندك يعني؟ سلطه الرنجه، انا عايز اقول لك الريحه بقى. هو النهارده احنا قلنا يا ليله العيد، يا ليله الرنجه والسوشي. يعني عايز اقول لك سواء اذا كان السمام في 100 والرنجه مقطعين على بعض. ايوه. فالواحد يعني مش عارف يبدا بمين فيهم بصراحه يعني كده. بعد الصيام اهم عنصر فيها ايه طيب يا ايات؟ لان الخضروات. وانا خضروات، الخضروات ولا فين الطحينه والحاجات دي؟ انا حاطه طحينه بس مش كتير. مش كتير زي مش الشكل التقليدي. لا لا مش كتير. عملتيها ازاي بقى؟ انا حطيت كل الخضروات ما عدا الطماطم. حطيت خس، وحطيت بصل اخضر وخيار وفلفل الوان وزيت قليل وطحينه قليله برضو. هي بتبقى اخف على فكره من الـ من الـ من الرنجه الثانيه. وبصي عامله البصلايه برضو ازاي، بس زي عامله زي الورده. صح. هي دي حديقه ظهور. بالظبط. يا شم النسيم يعني. ده شم النسيم من كل الناس. ايوه بالظبط كده. يعني احنا طبعا بنقول في نهايه لقائنا تسلم ايديكي. تسلم. كل سنه وانت طيبه ايات، ودايما متعانا ودايما بتبتكري. كل سنه وانت بخير. مبسوطه كنت معاكي. انا المبسوطه بيكي يا نيفين، ونورتيني. كان يعني كنت سعيده ان انا مع الساده المشاهدين ابتديت معاهم شهر رمضان الكريم. كان اول يوم سبت، والنهارده احتمال يبقى اخر يوم شهر رمضان الكريم برضه يوم سبت. اشوفكم دايما على خير، وعيد سعيد على كل مشاهدينا وعلى كل المصريين وعلى كل زملائي الاعزاء. والشيف ايات ميرسي ليكم وتسلم ايديكم، وان شاء الله في موعد متجدد دائما وفتره زينه بطعم البيوت. الى اللقاء.